مربين احنا. ما كيبانوش رجليا. إذن تحية طيبة للمتتبع. أنا شفت فيه من خلال المباشر احنا تتواجدوا مع شابة حسنة، يعني اللي اخترت أنه كانت من أول شابة مغربية يعني بالمملكة المغربية اللي اجتازت يعني التجنيد الإجباري بعد ما تم الإعلان عليه، يعني بخصوص التجنيد الإجباري. على العموم اليوم رجعت بعد التجربة ديال التجنيد الإجباري باش تقاسم معنا يعني اللحظات، كيفاش دوزت التجنيد يعني، وكيفاش جات هذه التجربة، يعني واش كانت. مرحبا بك معنا حسنا من خلال هذا المباشر، يعني بانك تحكي لنا. كنا سبقنا ودرنا معك حوار قبل انك التجنيد، يعني بانك تحكي لنا ديك يعني الفرحة ديك قبل ما تمشي بعد التجنيد. السلام عليكم، مرحبا بكم. شفت لي عندي في الدار. بالنسبه للتجربه ديالي يعني قبل ما نمشي للتجنيد، فهي كانت واحد الفرحه انني يعني باش نلتحق بالصف العسكري، يعني كان حلم من صغر، والحمد لله بفضل الخدمه العسكريه فرصه انني اجتازتها. لولا ظروف كوفيد 19 ما كملناش الفورماسيون ديالنا، يعني كسفينا يعني من شهر 8 2019 شهر 3 2020. الحمد لله المدة ديال الخدمة العسكرية دس مزيان، لولا كانت ظروف شوية صعيبة في التأقلم ديالنا داخل التكنة العسكرية، لكن الحمد لله بالتكوينات استطعنا أننا باش نستاجو 8 أشهر. كله كيرجع للرؤساء وصاحب الجلالة لهذه المبادرة اللي المغربيات، والحمد لله استطعنا أننا باش نتوفروا على أتيستاسيون، يعني شهادة مسلمة. القوات المسلحة الملكية، يعني اللي ما تحتلوش فرصة أنه باش يندمج بالصفوف العسكرية كتخول ليه أنه باش يخدم بسوق الشغل. الاتيستاسيون سبيسياليتي اللي درت انا اسيستون داكوي، لان البحريه الملكيه انا كنت البحريه الملكيه بمدينه الدار البيضاء، كانت كتوفر على نوادي الضباط الصف او الضباط. استطعنا اننا باش ندوزو الدراسه ديالنا والخبره تما، يعني بالاداره ديال النادي، والحمد لله. لو كوفيد 19 كنا غنكملوا السبيسياليتي ديالنا، ولكن اكتفينا ب3 اشهر. نعم، يعني حسناك واش ممكن لك تحدثي لنا هذيك المده ديال التكوين، يعني كيفاش جاتك يعني التدريبات، يعني كيفاش جات التدريبات، يعني واش لانه ماشي مسهل. كنت نقولوا بانه كان الشاب يعني تنعرفوا بانه الرجال تيصبروا في هذه الامور يعني، ولكن النساء يعني تيكون شويه صعيب، يعني تيكون تدريب خاصه وقاسي شي شويه، يعني ماشي مسهل، انه خصوصا انه عايشة حياتك تلقيتي راسك في الجنيد، يعني احكي لنا على المسألة. الحمد لله، يعني ملي كتكون وباغيها، زائد انك يكون واحد عنده واحد الحلم منذ يكون انا باغي يكون، يعني دازت الظروف ديال 4 اشهر كانت شويه صعيبه، ولكن الحمد لله كيف قلت لك انا تلقينا دورات نفسيه، يعني ان كاين سيرفيس سوسيال كيحاول يساعدو كيحاول يعاونو. اللي كان مريض كان تيتلقى العلاجات شي ناقص، الحمد لله كل شيء كان متوفر. دونك بالنسبه للصعوبات اللي لقينا شويه، هي انك كنا كنفيقوا في الصباح بكري، يعني كان داك الفيق يوميا اللي لقى لنا، يعني المشكل يعني عند المغاربه كاملين انا ما كنقدروش نفيقوا بكري. قبل هذه المساله هذه انت في المعتاد ما عادش كنت يعني كنت خدامه بالمركز للشفاء الجامعي محمد السادس، يعني ككاتبه، دونك كنت كنفيق مع 7 الصباح، دونك 8 كيبدا لو سيرفيس ديالي. دونك فاش مشيت للخدمه كنفيقوا في 4 الصباح، لاننا حنا عندنا مده ديال عام وخاصنا نتعلموا فيها بزاف ديال الحوايج، ماشي لو انني كنت دخلت يعني تلميذه بمؤسسه عسكريه غتكون ظروف خفيفه شويه، ولكن انا يعني عندنا حنا مده ديال عام ديال الخدمه العسكريه خاصنا نتعلموا فيها بزاف ديال الحوايج، نكتسبوا الحوايج اللي غادي يفيدونا في هذيك المده. دونك داكشي ما كانش عندنا الوقت، يعني كنا كنفيقوا في 4 الصباح وكنساليو في الصباح وكنقراو في العشيه. نعم، يعني بالنسبة يعني التجربة اللي ربما انت يعني عشتيها،
تنعرفوا بانه كيفاش انتم قدرتوا انكم تستغنيو دروك انتم كان اجباري انه التجنيد الاجباري يعني كيفاش يعني كنتي عايشه واحد الحياه يعني انه تخرجي مع صحاباتك تدوري يعني معاهم في المحلات التجاريه تتقطاني هذيك المده كلها هي يعني ما بين الحياه العاديه وحياه ديال التجنيد يعني كان يعني التليفون ما بقاش عندنا لي سمارت فون يعني السوشيال ميديا بعدنا عليها ما بقاش فيسبوك ما بقاش انستغرام ما بقى حتى شي حاجه دونك مع لي بارون ديالك الاصدقاء ديالك انا لاباس بخير دونك هذا الشيء اللي كان بالنسبه للمساله ديال الخريج وهذا حيت ملي خرجنا النوبه الاولى يعني من بعد 4 أشهر وحنا كاينين في التكنه العسكريه يعني من حتى شهر 12 وحنا غير مسدود علينا يعني كانت شويه صعيبه ولكن كيف قلت لك يعني حاولنا اننا نجتازوها لان كل واحد منين جاي كل واحد من مدينه يعني حاولنا نكونوا صداقات وفهمتي يعني نساعدوا بعضياتنا داخل تما يعني كتشوف فيك ما عندكش شي حل اخر دونك يعني فاش خرجنا وشفنا الزنقه وعاودنا رجعنا للتكنه العسكريه ولينا تنقولوا ما بقيناش بين نخرجوا ولينا دونك هذا هو الاشكال اللي كان بغيتي تقربينا حسنا يعني البنات انت تخلطتي مع بنات من مدن اخرى من مدن اخرى يعني من جهات اخرى يعني كانوا سعداء بهذه التجربه هذه ولا كان انه التجربه يعني التجنيد انا تفرض هذيك الفرصه ديال التجنيد خصها تدوزها وصافي تدوز المرحله لا بالعكس بالنسبه للفتيات فهو كان تطوعي ما كانش اجباري ماشي بحالنا بحال التكنه اللي كنت فيها انا يعني كنا ميكست يعني بنات ودراري دونك كان كل واحد ولو الدوختوار ديالو كل واحد الباتيمون ديالو كيف قلت لك كنا كنقراو مجموعين كنا كنجلسوا مجموعين دونك بالنسبه تقريبا من الشمال من الجنوب يعني حاولنا كيف قلت لك نكونوا صداقات لدرجه الان حنا باقي كنتواصلوا وفي العطله اللي قبل يعني لي بيرميسيون اللي كنا كناخذوا الناس كانت كتمشي عند بعضياتها انا كتقول لك مشي عند هذه يعني تخلقات صداقه. بالنسبه واش انت تتنصحي يعني في حاله ما انه رجع التجنيد تتنصحيهم ان الفتيات انهم يعني اللي يمشيو يخوضوا التجربه هذه بيان سور انا يعني اللي بغى شي حاجه يعني يكون باغيها حيت هذاك الميدان الا ما كنتيش طيفي وتا الا دخلتي راك راه غادي يعني غيوقع في ازمات نفسيه يعني الصراحه درتي شي حاجه وانت باغيها غادي تعطي فيها وغادي تصبر هذا الشيء اللي كاين واي واحد يعني كيطمح لشي حاجه راه غيوصل ليها وربي ما غيخيبوش نعم يعني تنعرفوا هذاك الوقت ما يعني المؤلفه انه يعني بين الشقه ديال الدار والشقه ديال تما بصراحه انا ما كناش الدار هنا فاش كنت يعني قبل ما نمشي ما كنتش يعني زعما كنشقى في الدار بحكم انا عايشه مع والديا يعني لقمت بعض الاشغال المنزليه وصافي اما بالنسبه لتما يعني كلشي كديرو الراس كتصبن حوايجك الراس طبسيلك فاش كتاكل كتغسلو الراس كلشي انت اللي يعني راك عسكري بهذا المعنى نعم يعني انت بالنسبه لهاد البنات الصراحه ديال الامهات انه حنا بغينا بناتنا ولا ولادنا يمشيو لهاد التجنيد الاجباري باش انهم يعتمدوا على نفسهم واش فعلا انه هذه التجربه علمتك انك تعتمدي على نفسك ضروري يعني انا بلا تجربه يعني بحكم الاشتغال ديالي بالمركز كنت كنعتمد على راسي دونك الخدمه العسكريه زادتني بزاف ديال الحوايج اللي الحمد لله حاليا عادوا عليا بواحد النفع كبير نعم يعني شنو الرساله ديالك غربه اللي كانوا متخوفين من التجنيد الاجباري بالعكس انا وليت دابا كنشوف يعني في دي باج فيسبوك ولات الناس كتكري باج فيسبوك غير باش تعرف امتى كاينه الانسكريبسيون ديال لو سيرفيس ميليتير وانا كنصح اي واحد يعني بغى يخوض هذه التجربه اللي راه غيستافد منها بزاف ديال الحوايج والحمد لله كانت تغطيه صحيه كل شهر يعني كياخذها يعني ما كايناش شي حاجه نعم دونك يعني اللي بغى شي حاجه راه غيوصل ليها كترجعي للجنيد او انك ترجعي للمجال العام تشتغلي فيه حاليا يعني ظروف كوفيد 19 معطله بزاف ديال العالم كامل دونك حتى حنا كاين واحد الضغط دونك الا كانت شي حاجه ان شاء الله راه يعني في الخطاب اللي قمنا به فاش تسلمنا الشواهد انه بعض الشباب يعني من المجندين راه غادي يلتحقوا تحت ليش الفرصه راه غي الدبلوم اللي عنده راه غيخول ليه فرصه باش يخدم في سوق الشغل شكرا لك حسنا نشكرك بزاف لانك فتحتي اليوم معنا قلبك من خلال هذه المباشره ديال قناه شوف تيفي باش تقربينا قربتي لنا شيئا ما من التجنيد الاجباري اللي يعني كان الناس ربما تنساوه
بالفعل يعني لهذه الجائحه ديال كوفيد، يعني كوفيد 19 كورونا، يعني اول خروج اعلامي كما تشوفوا من خلال قناه شوف تي في، اللي كانت اول مجنده ديال التجنيد الاجباري بالمغرب، واللي كان سبقنا يعني وصلتنا الضوء معها قبل انها تلتحق بالتجنيد الاجباري، واللي تنتمنى لك بطبيعه الحال التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالك وفي الحياه امين ديالك ان شاء بارك الله. الله فيك. من خلال المباشر حاولت حسن اننا تقربنا من يعني التجنيد الاجباري، يعني الحوايج الزوينه فيه، لانه كان تخوف العائلات ديال الشباب ديال الناس اللي باقين ربما في اللوائح تنتظروا الفرصه ديالهم، هيك حسنا بصح يعني اللي باقي تنتظروا الفرصه يعني اعلامي، حسنا قربتنا من التجنيد الاجباري، ويعني الايجابيات الكبيره واللي يعني يعني الامتيازات اللي تقدمها بالنسبه للشباب، صح. وتبارك الله خرجت حسنا من التجربة، يعني استفدت من التجربة اللي هي يعني فادة في حياتها خلال هذا المباشر. وشكرا شكرا لكم من لكم خلال شفت بي تحياتي لك الأحسن، بارك الله وتتمنى لك التوفيق. إذا علموا شكرا لكم متابعين من خلال هذا المباشر، تتمنى لكم الصحة المتابعة حسنا أول مجندة مغربية شكرا بارك في الله التجنيد فيك الإجباري بالمغرب، تتمنى الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله، بارك الله ومزيد من التوفيق في الحياة ديالها. شكرا من خلال هذا المباشر، تحياتي لكم ومساء سعيد.